تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2024 على مضمار حلبة البحرين الدولية، ورفع معاليه إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة أسمى آيات التهاني والتبريكات، مؤكدا أن تحقيق هذا النجاح الكبير جاء بفضل توجيهات وإرشادات ومتابعة جلالته الكريمة، مما عكس مكانة البحرين الحضارية وأضاف المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية لمملكة البحرين، مشيدا بكافة الجهود التي بذلت في إعداد هذه الفعالية الرياضية وأخراجها بهذا المظهر المشرف لتظل مملكة البحرين امتدادا لتاريخ عريق من العطاء والإنجازات، متمنيا لوطننا العزيز كل التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.